السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دلوقتي احنا بنعمل فراخ اللي هي محشية في الفرن بكيس الحريم إن شاء الله. بنقطع الجزر، الكوسة اهي زي ما احنا شايفينها، دي عبارة عن كوسة معانا، وعبارة عن بطاطس والبزيلة والجزر. هنعملهم إن شاء الله، نقطعهم كده ونجهز الخلطة بتاعة الفراخ بأمر الله، ونرجع لكم تاني بإذن الله. لا لسه مبصر. بنعمل اهو حلقات رفيعة كده عشان تستوى معانا. قلت انا دي مكتوب بمرت عبد العالم. السلام عليكم. دي الخضار بتاع الفرخ اللي هيتحشى في الكيس الحراري، كوسة وبطاطس وايه تاني؟ وبزلة وبزلة. لكم تاني يا جماعة، السلام عليكم. الفرخة اهي بعد غسلها هنجهزوها علشان خاطر نعمل لها حشوتها وحاجتها، وهنعملها معاكم دلوقتي. هنرجع لكم تاني. هنتبلوا بيها الفرخه بتاعتنا، بصلتين كده، ونحطه معاها البصل. اه لسه بتشيل هنا مع البصل. بابريكا. بابريكا، حبة زعتر اهو، شوية بصل بودر، بصل بودر، بصل بودر مع البصل التاني، وثوم بودر، جنزبيل، جنزبيل، توم باودر، توم باودر، السلام عليكم. رجعنا لكم تاني اهو، بنحشي التتبيله اللي احنا عملناها بره مع بعضينا، نحشي بيها الفرخه والخضار بتاعنا بنفس التتبيله. شايفين يا جماعه اهو، وبنفتح هنا برضو، شايفين اهو ايديا داخله لغايه فين؟ لغايه اخر الفرخه. هنكمل وبعدين نرجع لكم تاني. حطيناها في الكيس وهندخلها الفرن، ولما تطلع من الفرن طبعا هنرجع لكم تاني. يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن الفرخه شكلها ايه؟ مشوية. ايه يا جماعة بعد ما تقص الكيس وادي، بس بالراحة عشان طبعا سخن. خلي السكينة بالمقص. ماشي، الخضار كله استوى وادي من هنا. ماشي، والهنا والشكل.